وسائل إعلام تؤكد إحباط القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير عمر البشير ورموز نظامه من سجن كوبر. المصادر الإعلامية ذكرت أن أكثر من 100 فرد من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا السجن ليلة الثلاثاء بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض الأفراد الذين شنوا الهجوم.